الموجز الاقتصادي من إذاعة ديوان، أهلا بكم. وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة في زيارة عمل اليوم إلى صفاقس للاطلاع على سير العمل بمصالح ديوان بميناء صفاقس الشمالي. تدشين 4 قطارات جديدة بمدينة سوسة بتكلفة قدرت ب44 مليار دينار، وذلك بالتزامن مع الذكرى 30 لأحداث خط أحواز الساحل. مؤشر أوتون إندكس تمكن من إنهاء معاملات الأسبوع المنقضي على ارتفاع قارب 0.96% ليتحسن أداؤه منذ بداية السنة وإلى حدود يوم الجمعة بنحو 7.27%. في الاقتصاد العالمي، الأسهم الأوروبية سجلت ارتفاعا حادا اليوم مع تحسن المعنويات بعد أن أثارت تصريحات محافظ البنك المركزي الأوروبي بتوقعات بمزيد من التيسير المالي. المجلس الخاص بمعايير الأخلاق في الصندوق السيادي بالنرويج قام برفع توصية باستثناء عدد من الشركات الإسرائيلية من استثماراته. نهاية الموجز الاقتصادي، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم في أمان الله.